في هذا المقطع كما نرى تمكنت سمكة الأنقليس الكهربائية من إنقاذ نفسها من خطر الموت المحدق على يد هذا التمساح المفترس عن طريق شل حركته تماماً وإصدار مجموعة من الموجات الكهربائية التي خلفته قتيلاً في ثوان معدودة. فالأنقليس الرعاد أو سمكة الأنقليس الكهربائية كما يتم التعريف عنها هي سمكة طويلة ورفيعة تمتاز بقدرتها الكهربائية المهولة التي بإمكانها القضاء على أضخم وأكثر المخلوقات شراسة والتي تقاسمها بيئتها وتحاول الاعتداء عليها. وهناك في الطبيعة 500 نوعا من الأسماك غير سمكة الأنقليس الرعاد قادرة على إحداث تفريغ كهربائي، وإن كان أشهرها هو الأنقليس الرعاد. في الواقع لا يشبه سمك الأنقليس الكهربائي سمك الأنقليس العادي، فهناك نوعين: الأنقليس العادي وهو معروف أيضا باسم أفاعي البحر، والأنقليس الكهربائي الذي يشبه إلى حد كبير أسماك السيف ويتمتع بقدرة كهربائية تخدمها بشكل رئيسي في اصطياد فرائسها واستشعار مكان تواجدهم، فهي لديها ما يقارب من 6000 خلية عصبية مكدسة فوق بعضها البعض. شحنات الخلايا الداخلية الخاصة بها سالبة بينما شحنات الخلايا الخارجية موجبة، وهذه الشحنات قادرة على إنتاج ما يصل إلى 600 فولت كهربائي تمكنها من شل حركة الأسماك الصغيرة ومن ثم افتراسها. وفي حالة القضاء على فريسة كبيرة تقوم بالالتفاف حول الفريسة لتقابل شحنتها الداخلية شحنتها الخارجية الموجودة في ذيلها وتصدر قوة أكبر من المعتاد فتردي فرائسها على الفور موتى. وبالرغم من أنها قادرة على قتل الإنسان لأن هذه الشحنات لا تأخذ أجزاء من الثانية، ولكنها قادرة على التسبب الأذى لها، فقد شبه لذعتها الكثير ممن جربوها بكونها أشبه بالاحتكاك بسور حديدي كهربائي. حقا لا يسعنا القول إلا سبحان الله. في الطبيعة حولنا هناك العديد من المخلوقات المميزة التي ترينا مدى عظمة الخالق عز وجل في خلق كائناته، حيث أن هناك مخلوقات موجودة حولنا تظن أنت بجهلك لطبيعتها أنها لا حول لها ولا قوة وأن حقوقها في هذه الحياة مهدورة، ولكن أعطاها الله عز وجل من القوة ما يجعلها تتفوق به على أضخم الكائنات شراسة، ومنها سمكتنا لليوم التي استطاعت في ثوان معدودة القضاء على تمساح ضخم يفوق حجمها أضعافاً مضاعفة. فتعالوا معنا نتعرف عليها في فيديو اليوم.